مساء الخير عليكم في برنامجكم 60 دقيقة. 60 دقيقة حوار شيق، 60 دقيقة هنتكلم معاكم في كل ما يخص المواطن المصري. في كل مرة بنتكلم معاكم عن موضوع يخص كل أسرة مصرية، كل شاب، كل فتاة، كل أم، كل أب. بنتكلم معاكم عن كل ما يخص بلدنا، عن كل ما يخص الحياة الرياضية، السياسية، الاجتماعية. النهاردة في بداية حلقتنا أنا بعتذر لكم عن عدم وجود سيادة اللواء ضيفنا النهاردة لظروف خارجة عن الإرادة. النهاردة أنا قررت بعد ما الضيف اعتذر إن أنا أخرج النهاردة أتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا، وهي الانتخابات مجلس النواب اللي انتهت امبارح. بداية أحب أقول للدكتور إبراهيم محجوب بالتوفيق إن شاء الله في اللي جاي، هو لو اذا لم يحالفك الحظ هذه المره فان شاء الله المره الجايه باذن الله تكون مره احسن وتكون نائب حلوان القادم ان شاء الله. يعني يكفيك حب الناس، يعني احنا بنقول النهارده ان احنا الكرسي مش هو اللي بيقيس، مش احنا مش بنقيس مقدار حب الناس ومقدار الخدمات بقد ايه الناس بتحبنا او قد ايه. خلينا نقول في الآخر احنا نخضع لقرار الصندوق، وبنقول بالتوفيق للثلاث نواب، النائب عيد حماد والنائب اللواء عبد النعيم حامد والنائب عرفة صالح. خلاص يعني احنا دلوقتي بقينا هم شبه ان هم النواب الحقيقيين، لان لحد دلوقتي واحنا لسه ما طلعش قرار رسمي من اللجنة العليا للانتخابات بالقرار. فنحب نقول النهارده ان انا عايز اعمل حاجة جديدة، عايز اعمل لاهالي حلوان حاجه جديده. هيبقى البرنامج ده منصه ان احنا نقدر نشوف النواب بتاعتنا خلال الخمس سنين الجايين هيعملوا لنا ايه. هل هم هيطوروا؟ هل في فعليا تطوير؟ هل هيطور لنا المستشفيات؟ هل هيطور لنا التعليم؟ هل هو النواب الموجودين جايين لخدمه الناس؟ هل هو هيطور من مدارس موجوده محتاجينها؟ هيطور من مستشفيات؟ هيطور من مستشفيات حكومية، هيبني لينا مدارس تانية. ده يطبق على كل الدوائر، أنا مش بتكلم عن الدائرة دي بالأخص، بس أنا بتكلم عموما إن أنا النهاردة دور عضو مجلس النواب هو مش خدمي بس، لحين إن احنا يبقى عندنا مجلس محلي مسؤول عن الخدمات، فدور عضو مجلس النواب إن هو يوفر لأهل دائرته جميع الخدمات. انا النهارده عندي مستشفيات قليله، فدور ان انا النهارده ان انا اقدر اروح اقول لعضو مجلس النواب انا محتاج من حضرتك ان انت تشوف لي المستشفيات عندي فيها مشكله، عندي عجز داخل المستشفيات، احنا عندنا مشاكل كبيره جدا في دايره زي دايره حلوان. انا بتكلم عن دايره حلوان لان انا الدايره اللي عارف مشاكلها وحاسس بمعاناه اهالينا جوه حلوان، ايه من مشاكل التكاتك لمشاكل المستشفيات، لمشاكل نقص في حاجات كتير قوي زي نقص في المدارس. احنا عندنا تعداد المدارس فيه بيوصل عدد الطلبة داخليا ل100 طالب. فكل ده هل حضرتك جاي علشان تنمي من حلوان؟ فاحنا محتاجين كل فترة. قررت من خلال البرنامج بتاعي اني انا اعمل تقرير شهري عن خدمات النواب داخل كل دايرة. هنبدأها بدائرة حلوان لأن هي الدائرة اللي أنا متعايش وعارف كويس قوي إن هما إيه المشاكل اللي فيها، هتبدأ تطور من إمتى، هنبدأ نعمل من إمتى. إحنا حضرتك أنت خلاص حضرتك الصندوق جاب حضرتك، فإحنا محتاجين من حضرتك كأهل الدائرة، محتاجين نشوف خدمات حضرتك، محتاجين نشوف حضرتك وأنت بتعمل لنا. ما عندناش مشكلة خالص إن بعد خمس سنين يتقال لنا إن إحنا هنجيب حضرتك تاني، لا هنجيب حضرتك تاني طالما حضرتك بتعمل لنا وبتجيب لنا وبتخدم اهل الدايره، بتخدمهم بجد. يعني انا داخل علشان اخدم اهل الدايره، احس من جوايا اني انا كمواطن من اهل دايره حلوان اني انا مكتفي بالنائب بتاعي، بابه دايما مفتوح لي. النهارده عندي مشكله في اي قطاع من قطاعات الدوله، انا النهارده حضرتك بتمثل كام، احنا بنقرب من 500,000 مواطن داخل دايره حلوان، فحضرتك بتمثل المواطنين دول. فرجاء رجاء من كل عضو مجلس نواب في كل دوائر مصر، انا عايز حضرتك كل اللي طالبه من حضرتك، وانت حضرتك ربنا يوفقك والصندوق جاب القرار اللي حضرتك بقيت نائب،
فخلاص انت حضرتك فعليا بقيت مسؤول عن الناس ديت. يعني محتاج من حضرتك ان انت تراعي الناس، تسمع مشاكلهم، ما بقاش مجرد شعارات انتخابيه. زي ما في ناس كويسه في ناس بتقول شعارات، مجرد ما خلصنا من الدعايه الانتخابيه والحمله الانتخابيه وان انا متواجد دايما، متواجد في الافراح وفي العزاءات وفي المناسبات كلها، اول ما بقعد مجلس نواب ببقى مش موجود. اللي خلى حضرتك عارف توفر وقت اثناء الحمله الانتخابيه، حضرتك لازم تكون داخل عارف كويس قوي ان انت هتخدم الناس، ان انت ربنا جعلك في المكان دوت علشان خدمه الناس. حضرتك شايف ان انت مش هتقدر تخدمهم فعلا، مش هتقدر تعمل علشانهم فعلا، مش هقدر اطور، مش هقدر اشوف معاناة الناس اللي عايشاها، يبقى انا اقول انا اسف انا مش قد المكان دوت. انا بقول لحضراتكم كده ليه؟ لان احنا خلاص ما نقعدش نتكلم، نسيب خلافاتنا على جنب، لان خلاص الوضع الصندوق فعلي جاب ناس، سواء حضرتك رضيت او مرضيتش، سواء حضرتك عايز النائب دوت او مش عايزه، هو بقى النائب بتاعك. مطالب من حضرتك ايه؟ مطالب منك انك تدعمه وانك تقول له انا معاك، بس حضرتك هتعمل لي ايه؟ حضرتك البرنامج الانتخابي بتاعك ايه؟ فانا عملت فكره كده صغيره ان احنا هنشوف البرنامج الانتخابي بتاع كل مرشح، ونيجي كل فتره نقول له حضرتك انت كان البرنامج الانتخابي بتاعك 1 2 3، حضرتك حققت لنا احنا ايه من اهل الدايره؟ وهفتح لحضراتكم المكالمات، حضرتك اللي تقول لي ان انت النهارده النائب بتاعك عمل ايه، ما عملش ايه. انا مش بقول دوت ان انا بحاسبه، لا، انا مش جهه ان انا حاسبه، بس انا بعرف حضرتك خلال ال5 سنين هل هو يستحق فعليا ان هو ياخد اسمك ويمثلك في البرلمان اللي هو من اكبر الاماكن المسؤوله في مصر، الجهات اللي بتشرع القوانين اللي احنا بنعيش عليها، اللي احنا بنعيش عليها مستقبلنا ومستقبل اولادنا. فأنا محتاج من حضراتكم إن احنا نقول نركن خلافاتنا. ممكن حضرتك تكون بتدعم شخص وده بيدعم شخص تاني، الصندوق جاب شخص فرضوا علينا، يبقى احنا محتاجين من حضراتكم هي حاجة واحدة بس، إن احنا نتوحد، إن احنا نبقى إيد واحدة، علشان لما حد يقصر نعرف نحاسبه، نعرف نقول له أنت حضرتك الصندوق جابك حتى لو أنا ما انتخبتكش، بس أنت مسؤول عني، أنت بتمثلني أنا، انت بتمثل اهل الدايره، فاقدر احاسب حضرتك. ده هيحصل بمين؟ هيحصل بيكم، هيحصل ان يكون في كل دايره شباب حقيقيه عندها فكر حقيقي ان هي تطلع على كل عضو مجلس نواب تقول له احنا محتاجين نعمل 1 2 3، محتاجين نطور من نفسنا، محتاجين نساعد نفسنا، محتاجين نكبر، محتاجين ان احنا نطور. ما هو لو كل واحد قال انا مش طرف او انا مش بإيدي هغير، لا، لو كل واحد قال إن أنا هقدر أغير، لو كل واحد فينا بدأ بنفسه، وبقينا النهاردة في مجلس في كل دايرة لبعض المناطق، كل منطقة عملت مجموعة من الشباب المثقفين المتعلمين، هيقدر يخدم منطقته. أما أطلع أنا دوري إن أنا هطلع أقول لحضرتك أنت رحت تعالالي هنا وأعمل معايا مداخلة واستضيفك عندي وقول لي إن أنا رحت للنائب فلان الفلاني هو ما فتحليش بابه، ان انا رحت للنائب فلان الفلاني واحنا محتاجين تطوير 1 2 3 وهو قال لنا لا انا مش موجود، او انا مش عايز اكون موجود، هروح له مره واثنين وثلاثه، اكيد في ال3 مرات هو مش هيبقى موجود، لا هيبقى موجود اكيد في مره. وطالما انا قررت ان انا ابقى عضو مجلس نواب لدايرتي يكون قد المسؤوليه يمشي منها. ما هو الموضوع مش موضوع كرسي وخلاص، هو كل واحد قاعد على كرسي لازم يكون عارف ان ربنا جعله في المكان دوت علشان يخدم الناس. انا شفت بعض اعضاء مجلس النواب السابقين او اللي داخلين وهم نجحوا حاليا، هو كل انشغاله اللي بيشغل عقله وباله اني انا اقدر اعمل ايه للناس، ان هو عايز يسيب حاجه كويسه الناس تذكره بيها. النهارده انا لما اكون عضو مجلس نواب شفت كل مشاكل اهل دايرتي وحاولت احل على قد ما اقدر، انا ما بقولش ان حضرتك هتقدر معاك الفانوس السحري هتحل بيه، لا، بس انا كمواطن قاعد في دايره عارف ان حضرتك هتقدر تعمل، لا، انت دور حضرتك اعمل، مش عايزك تعمل انا عندي 5 حاجات، لا، حضرتك اعمل لي منهم 2 وبعد كده اعمل لي منهم 2 وبعد كده اعمل لي منهم 1 تاني، ما عنديش مشكله خالص، بس احس بالفرق.
ما يطلعليش بعد 5 سنين زي الفانوس السحري وزي ما كانوا بعض النواب موجودين، وبالتالي أهل الدايرة كانوا رافضينهم تماما. يعني بعض النواب السابقين أهل الدايرة رفضوهم تماما، لدرجة إن أنا أعرف بعض النواب وهم كانوا نواب وجابوا أعداد أصوات، هي يعني دي مهزلة إن أنا أكون عضو مجلس نواب عن دايرة واجي بعد كده الاقي نفسي واخد اقل عدد اصوات في 27 في 57 ولا 60 مرشح. لا، انا محتاج ان انا كعضو مجلس نواب ليه حضرتك تعمل مقر، والمقر دوت في كل منطقه او كل حي عندك يخدم، ويكون منه مدير مكتب حضرتك هو من شباب المنطقه، الشباب المتعلمين المثقفين اللي عايزين يطوروا، عشان هو اللي هيبقى عارف اهل المنطقه بتاعته او اهل الحي بتاعه هم ايه، هم بيتكلموا عن ايه، هم النهارده انا عندي مشاكل ايه. وحضرتك اكيد ما عندكش 50 ايد عشان تشتغل في 50 مكان، بس حضرتك في مكان تقدر توظف 1 و2 و3 و10 و20 وبالتطوع. انا النهارده لو حد كشباب مثقفين او متعلمين، حد راح قال له انا محتاجك معايا علشان نخدم، علشان نقدر نطور، علشان نقدر، هتلاقي حضرتك ناس كتير جدا. انا ما بقولش حضرتك تكلف اي حاجه، انا بقول لحضرتك ان انت في كل حي ممكن تعمل لحضرتك مجموعه شباب يبداوا يشوف متطلبات الناس ايه، متطلبات الناس في كل حاجه، مش متطلباتهم في حاجه معينه او ايه هي، لا، مشاكلهم العامه. حضرتك النهارده بتقابل كبار السن، حضرتك هتحل لهم مشاكلهم ازاي؟ اخواتنا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه ده هنتعامل معاهم ازاي؟ الاطفال، الحضانات، الرعايه الصحيه، كل ده هنتعامل معاه ازاي؟ انا النهارده اما اكون طلعت في مره من المرات، اما يكون عضو مجلس نواب مرشح نفسه علشان ابوه اتظلم، يعني باباه اتظلم، فهو دخل علشان ما يشوفش سوء اللي حصل او ايه هي المشكله اللي قابلت والده علشان يبدا يحلها، علشان يبدا يركز في الرعايه الصحيه. لا، احنا مش محتاجين من حد، احنا طالما حضرتك تشوف وحضرتك تجتمع بالناس ديت وتشوف كل واحد كالبرنامج الانتخابي بتاعه ايه، مش عيب ان انا اجتمع بالناس ديت واقعد معاهم واقول لهم انا مشاكلي 1 2 3، ده مش عيب. لا، حضرتك ممكن وتلاقي عضو مجلس نواب تاني داخل علشان هو في حاجه شخصيه حصلت معاه، فهو بيخش علشان يحل الحاجه الشخصيه ديت. وفي بعض النواب المرشحين بيدخل علشان مصالح شخصية. أنا بقى كواحد من أهل الدايرة أقول لحضرتك إيه؟ أنا محتاج اقتراحات حضراتكم، إن أنتوا تيجوا على الصفحة عندي وتقولوا لي إيه الاقتراحات بتاعتكم علشان خلال 5 سنين نقدر نحاسب عضو مجلس النواب. مش نحاسبه إن إحنا هنعاقبه، لا خالص، بس ده سي في لحضرتك بالنسبة لنا. حضرتك خلال ال5 سنين انت عملت سي في، السي في ده مش حضرتك اللي هتعمله، حضرتك هتقدر بخدماتك واللي انت هتعمله مع الناس، حضرتك الناس اللي هتعمل لك سي في. حضرتك لو خلال ال5 سنين حقيقي انت داخل تخدم الناس، وحقيقي انت داخل تخدم كل كبير وكل صغير، وبابك مفتوح للكبير والصغير، للفقير والغني، للمحتاج واللي مش محتاج، حضرتك انا بقول لحضرتك ان انت مش محتاج ترشح نفسك بعد 5 سنين، لان الناس هي اللي هتجبرك على الترشح. انا النهارده قعدت في مكان وقدرت اني انا اخدم، وخلي بال حضرتك انت ممكن تقول ان انا ممكن في بعض المعوقات تقابل حضرتك، لا، ممكن حضرتك تصارح بيها الناس، انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اقول اجي لحضرتك المكتب اقول لك انا عندي مشكله 1 2 3، حضرتك تقول لي ان انا قابلتني مشكله 1 2 3، اصارح الناس، تبقى في مصداقيه في التعامل. حضرتك النهارده حي زي حي حلوان في بعض المصانع، في بعض المصانع وفي بعض الشركات موجوده، حضرتك ممكن تشغلها لنا. حضرتك في بعض الشباب او في نسبه بطاله كبيره، انا ممكن استخدمها واستغل اللي احنا فيه دوت لصالح ابناء حلوان، لصالح الشباب، لصالح ابناء الدايره بتوعنا. يعني مش هطول على حضراتكم، هنطلع لتقرير مع وزير القوى العامله، ودي رساله للشباب مره تانية. الوزير دايما بيوجهنا وبيقول لنا ان احنا محتاجين الشباب تروح وتتدرب وتتكلم وتقول. هنطلع التقرير واشوف حضراتكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. شكرا.
مساء الخير عليكم من داخل مبنى وزارة القوى العاملة، وهي من أهم الوزارات الموجودة في مصر، الوزارة المعنية اللي كان عليها العبء الكبير قوي أثناء جائحة كورونا. بنرحب معانا بمعالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة. أهلا وسهلا بحضرتك يا يا فندم. أهلا بيكم. كنا عايزين نعرف من حضرتك، منذ أيام قليلة كان السيد الرئيس بيتكلم عن الصيادين، فكنا عايزين نعرف من حضرتك أكتر عن موضوع الصيادين. طبعا زي ما احنا عارفين حتى من قبل جائحة كورونا وفخامة الرئيس دايما بينظر الى الفئات الاولى بالرعاية بتوجيه لكل القيادات والوزارات ان يبقى في نوع من انواع الرعاية الكاملة لهذه الفئات، وتعددت الفئات ديت. كان اخرها في احد الاجتماعات وجه الى رعاية صغار الصيادين على مستوى الجمهورية، وبالفعل يعني احنا خدنا التوجيه ده، وبعديه بأيام قليلة انطلقنا في أول زيارة كانت في اسكندرية، ومن خلال هذه الزيارة زرنا الصيادين في بحيرة مريوط، وابتدينا يعني زي ما بيقولوا نلتحم مع الناس دي عشان نتعرف على الظروف على أرض الواقع. وبالفعل لقينا إنها من الفئات التي تحتاج إلى رعاية بشكل كبير. إحنا دلوقتي من خلال مديرية قوى عاملة اسكندرية بنبتدي نحصل قاعدة البيانات ل 3600 صياد كعمالة غير منتظمة، بنسجلها عشان نتعرف وإحنا بنسجل على أحوال كل واحد منهم، ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتعرف على المشاكل اللي موجودة لدى هذه الفئة. وده طبعا ينطبق على كل الصيادين اللي موجودين في جمهورية مصر العربية. ومن منطلق ده احنا اطلقنا مبادرة لرعاية الصيادين وسميناها صيادي مصر، عشان تتكاتف معانا كل مؤسسات المجتمع المدني وكل الوزارات المعنية بده، عشان خلال المرحلة الجاية نكون بننفذ على أرض الواقع توصيات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي رسالة مطمئنة، لأن احنا بنتكلم عن فئة هي فئة كانت ما حد يعني ما بنتكلمش عنها كتير، أو الشعب المصري ما يعرفش عنها كتير. فحضرتك النهاردة بتكلمنا عن فئة هي موجودة وسطنا، فحضرتك بصيت لفئة يمكن ما فيش معدومة النظر شوية بالنسبة للناس. حضرتك كنت عايز حضرتك تكلمنا، هل دوت بينطبق على صغار الصيادين بس ولا جميع فئات الصيادين بالأسر بتاعتهم؟ سؤالك رائع. صغار الصيادين تعني ايه؟ تعني الصياد اللي بيركب الفلوكة الصغيرة، اما غير كده اللي بيركبوا على مراكب مجهزة وكبيرة دي تختلف، لان ده بيبقى لديهم صاحب عمل، وبالرغم كده هنبص برضو عليهم. لكن هنا الاحتياج والرعاية اولى في المنطقة دي. يعني احنا هو الرئيس لما وجه صغار الصيادين عشان الفئة اللي بتركب الفلوكة وتروح تصطاد يجيب رزقه كده ساعة بساعة ويبتدي ايه يتعامل معاه، فاحنا دول اولى بالرعاية. وانا ذكرت لك ان دول حجمهم في بحيرة مريوط 3600 صياد، بندرسهم دلوقتي في مديرية القوى العاملة، بتدرسهم بيان بيان، بطاقة بطاقة، حالة اجتماعية حالة اجتماعية، عشان نتعرف من خلال العينة دي على أحوال الصيادين واحتياجاتهم وما تقابلهم من صعوبات ومعوقات. بعد كده الفئة الأكبر بقى اللي هي على المراكب أكيد هم ليهم برضو مشكلات، لكن بشكل مختلف عن هذه الفئة. ده حضرتك يعني ده حضرتك ده حصر للصيادين الموجودين في اسكندرية بس، ولا ده رسالة لكل الصيادين في جميع محافظات مصر؟ لا احنا ابتدينا كبداية. باسكندريه، تمام. لكن دايما لما تبقى داخل على مجال انت عايز تكون عنه رأي كامل فبتاخد عينه الاول، من خلال العينه تقدر تتعرف، بعد ما تتعرف تقدر بقى تخوض في كل الـ 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 الاماكن اللي موجود فيها صيادين على مستوى الجمهوريه. تمام؟ يعني مثلا في حتى في محافظات الصعيد في صيادين، فده بالتأكيد هنروح لهم وهنسجلهم عشان يبقى في الآخر عندنا
قاعدة بيانات متكاملة لكل الصيادين أو صغار الصيادين على مستوى الجمهورية، لكن إحنا بنتكلم على الجزء اللي إحنا ابتديناه الأسبوع اللي فات. مع الوزير ده هينقلنا لسؤال تاني، عايزين نعرف حضرتك إلى أي مدى وصول الملف، ملف التحول الرقمي في الوزارة والمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وكمان ارتباطهم ارتباط ذلك بمشروع التنافسية مع منظومة العمل الدولية. بالتأكيد يعني السؤال ده برضو مرتبط جزء منه بالكلام اللي احنا قلناه في السؤال الأولاني. احنا بنقول احنا بنحاول يكون عندنا قاعدة بيانات، طالما قلنا قاعدة بيانات اذا بنتكلم على التحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني. ده بينقلنا ان احنا النهاردة الدولة المصرية متوجهة الى الرقمنة الكاملة، ويمكن مع نقل حتى الوزارات والجهات الحكومية الى العاصمة الإدارية هيبقى التشغيل الرقمي بنسبة 100%. احنا النهاردة ده خدنا خطوات خلال السنوات الماضية ولسه شغالين بنكمل عشان نبتدي نتحول بكل الاعمال في الادارات المركزية بديوان عام الوزارة، وايضا في مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، ان تبقى في ميكنة كاملة. احنا واخدينها درجة درجة مع المديريات عشان هم خلال فترات طويلة ما كانش عندهم هذا التشغيل، فبنحاول بقدر الامكان من خلال مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع مراكز المعلومات اللي موجودة في المديريات ان احنا نبتدي نوصف التحول من خلال البرامج المختلفة وتدريب القائمين على ده في مركز المعلومات في المديريات وأيضا في الإدارات المعنية عشان يكون عندهم القدرة على التشغيل السليم والكامل. بعد كده الجزء الخاص بعلاقة الرقمنة بالحوسبة أو التفتيش اللي تم مع منظمة العمل الدولية، بالتأكيد احنا لما ابتدينا في 2016 ابتدينا اول حاجة في ملف الرقمنة او التحول الالكتروني كان حوسبة ملف التفتيش، واشتغلت معانا في منظمة العمل الدولية، وخلال سنتين كنا قدرنا ان احنا نحوسب 26 مكتب في 11 محافظة ب 150 مفتش على مستوى مفتش العمل ومفتش السلام، ودي كانت اول نواة في مسألة الرقمنة او التحول الالكتروني. بعد كده ابتدينا نفكر بقى ان يبقى في تحول على مستوى كل الادارات، فهي منظومة متكاملة الهدف منها في النهاية ان الدولة تتعامل بمسألة التحول الرقمي او الالكتروني على مستوى كافة الاعمال. ده هيعمل لنا ايه؟ ده هيضيف للمواطن نفسه. المواطن النهاردة اذا كان له من الخدمات داخل الوزارة احتياج فبيخش عن طريق الاونلاين ويبتدي يطلب الطلب الخاص به، حتى توصيل هذا الطلب، يعني مثلا لو هنتكلم عشان تبقى العملية قريبة من الناس، كعب العمل، حد عايز كعب العمل بيخش على استمارة معينة بيحط بياناته بالكامل، من خلال البيانات ديت يبتدي تتعامل الإدارة المعنية مع ده وتطلع له كعب العمل وتبعته له على المكان اللي هيبقى موجود أو اللي بيرغب في استلامه فيه. هنا انت النهاردة بتعمل هذه المنظومة عشان اولا ملفات العمل كلها تبقى فيها دقة متناهية، وفي نفس الوقت يبقى فيها سرعة في الاداء، وفي نفس الوقت تبقى بتريح المواطن في احتياجه لخدمات الوزارة في اي وقت من الاوقات. هل ده توفر يعني بالنسبة كموظفين في الوزارة، هل ده بيوفر للدولة المعنية الموظفين الشغل دلوقتي بالماكينات الكلام ده، هل بيوفر في الوزارة كوظيفة بيسهل عليهم مش على المواطن بس كموظفين الوزارة كمان؟ انا قلت لك ثلاث حاجات، ثلاث استفادات. اولا دقة متناهية، التشغيل الالكتروني بيديني دقة متناهية يعني تصل الى او تكاد تصل الى نسبة 100%. نمرة اتنين سرعة في الاداء. سرعة في الاداء يعني انت بتوفر وقت، ولما تكون بتوفر وقت يبقى ده معناه ايه؟ ان انت النهاردة الوقت ليه قيمة معينة، فمسألة ان انت يبقى فيه سرعة في الاداء يبقى انت فيه استفادة. نمرة تلاتة انك بتريح المواطن، بدل المواطن ما ينتقل الى مكان المديرية ويبتدي يروح مرة واتنين عشان ياخد الطلب بتاعه، لا ده وهو قاعد في بيته هيطلب الطلب بتاعه يتفاعل معاه المسؤول ويبتدي يبعت له الطلب لغاية عنده. كل دي استفادات. فمسألة الرقمنة
او التحول الرقمي ده في النهايه بيفيد العمل، بيفيد الدوله، بيفيد المواطن. كنا عايزين حضرتك توجه كلمه للشباب عن البطاله، عن تطوير منظمه وزاره القوى العامله للشباب، كنا عايزين حضرتك توجه رساله للشباب. طبعا يعني احنا النهارده كدوله مصريه بنعتمد اعتماد رئيسي على الشباب. احنا عارفين ان نسبه الشباب في التعداد هي النسبه الغالبه، ودي هي مستقبل الدولة المصرية. ومن هذا المنطلق احنا طبعا كلنا شفنا الجائحة أثرت علينا خلال المرحلة الماضية. احنا محتاجين ان اولا يكون في يعني تأكيد على الإجراءات الاحترازية خلال فصول الشتاء، عشان احنا نتجنب اي احداث او اضرار تحدث من خلال الفترة اللي جاية. احنا محتاجين ان الشباب ايضا بيضيف خلال المرحله القادمه لعمله، مع ده بجانب الاجراءات الاحترازيه، ان احنا محتاجين منه ان هو يبذل كل الجهد عشان يبقى في انتاجيه في مجال عمله خلال المرحله القادمه. احنا عارفين ان احنا الحمد لله بالرغم من جائحه كورونا الا ان مصر حققت في الارقام الاقتصاديه خلال السنه اللي فاتت ارقام جيده جدا. ده هيخلينا نطلب من الشباب ان يبقى فيه عطاء اكتر، ويبقى فيه اخلاص في هذا العطاء، لان احنا بنبتغي خلال المرحلة القادمة ان مصر تتأهل الى المكانة اللي تليق بالدولة المصرية خلال الفترات القادمة. ده لن يتأتى الا بعمل الشباب، وطبعا الايدي العاملة المصرية برضو بجانب الشباب، ومنهم الشباب في هذه الفئة يعني عليهم عبء كثير، لأن الأيدي العاملة المصرية هي يعني محور الاقتصاد المصري والتقدم من خلال زيادة العطاء والإخلاص في العمل، عشان يبقى بنصل وبنرنو بمصر إلى المرتبة اللي كلنا نتمنى أن تكون مصر فيها بإذن الله خلال المرحلة القادمة. نشكر مع الوزير ورسالته للشباب، شكرا جزيلا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد رسالة معالي الوزير اللي بيقول فيها لكل الشباب مصر جاية بالشباب. ورجعنا لكم مرة تانية بعد رسالة معالي الوزير اللي بيقول فيها لكل الشباب مصر جاية بالشباب، راجعة بالشباب اللي هم أكبر تعداد وأكبر قوة في مصر. بالشباب هنقدر نتقدم، بالشباب هيبقى فيه قيادات جديدة، بالشباب هنقدر نقوى ونكبر، هيبقى فينا المهندسين والدكاترة والوزراء ونائب الرئيس هيبقى مننا زي ما كل دول العالم بتعمل. بالشباب بتكبر، بالشباب بتبقى أقوى، بالشباب بنكبر أكتر وأكتر وأكتر، وبنتقدم في ترتيب الدول العالمية تعليميا، ثقافيا، صناعيا، كل حاجة معتمدة على الشباب. دي رسالة من معالي الوزير محمد سعفان إلى كل شاب في مصر. كنا في حوارنا مع معالي الوزير، رفض تماما ان احنا يبقى الحوار خاص معاه هو بس، واصر ان هو يدي فرصه لقيادات الشباب الموجوده اللي هو بيديهم النسبه الاكبر دايما في الوزاره، اللي هو بيديهم علشان يشتغلوا، علشان ينمي فكر جديد وفكره اقوى وفكر اكبر. وعمل من ضمن الحاجات ديت كل شاب من دول عمل مبادره وهو بيسعى عليها. عملنا حوار خاص مع بعض قيادات الشباب اللي الوزير أصر إنه ما يكونش لوحده في الحوار، علشان يثبت للناس إن الشباب هم اللي جايين، الشباب هم القيادات اللي جايين في مصر، هم خلاص هم دول الإيد اللي هنضرب بيها الفقر والجهل وكل حاجة في مصر. عملنا حوار خاص مع بعض القيادات اللي هم اتكلموا فيها عن في مبادرة مهنتك مستقبلك، وفي مبادرة تاني اللي هي السلامة والصحة المهنية اللي هي أساس كل حاجة في مصر، اللي هي سلامتك في مصنعك في شركتك في كل حاجة احنا بنشتغل فيها. وفي مبادرة تاني أجمل اللي هي اتكلم عنها معالي الرئيس، وهي ذو القدرات الخاصة، واللي هم النهاردة بياخدوا فرصة كبيرة جدا من الدولة، وباستثناء يعني هو النهاردة استثناء من معالي الوزير ان هو من أكتر الوزراء في مصر المهتمين
بذور قدراته الخاصه زي ما الرئيس اما اتكلم عنها. فاحنا النهارده هنروح مع حضراتكم للقائنا مع بعض قيادات الوزاره اللي هم الشباب اللي هم القيادات اللي جايه، اللي هو زي ما معالي الوزير قال لنا هم دول الوزاره الحقيقيه الموجوده جوه وزاره القوى العامله. نروح لحوارنا ونرجع مره تانية. بنستكمل حوارنا النهارده في مبنى وزاره القوى العامله. نتعرف بحضرتك يا فندم. مهندس ورع صوت اوب، الاداره المركزيه للتدريب المهني وعضو لجنه التطوير مركز التدريب المهني بالوزاره. تمام، اتكلمنا، ممكن نتكلم عن التدريب ونعرف ايه خطه التطوير بتاعه الوزاره في التدريب، اللي هو احنا النهارده هنتكلم عن التدريب المهني ووحدات التدريب المتنقله، ايه الدور فيها، ايه التطوير، كنا عايزين نعرف حضرتك ممكن تكلمنا عنها. بص معاك، احنا بالنسبه لتطوير مركز التدريب المهني احنا اوريدي ابتدينا نطور حوالي 107 ورشه على مستوى الجمهورية، منهم 13 وحدة تدريب متنقلة. وحدة التدريب المتنقلة بتشمل ثلاث مهن. المهنة الأولى تفصيل الخياطة بالنسبة للسيدات، دي بتبقى في الفترة الصباحية وبيتبعها في الفترة المسائية بالتناوب مع تفصيل الخياطة التدريب على الكهرباء التركيبات وعلى السباق الصباحية. في خلال عملية التطوير بتاع مراكز التدريب المهني تم التطوير لورش مستحدثه، مثلا على سبيل المثال الطاقه الشمسيه دي تقريبا طورنا فيها حوالي 7 ورش طاقه شمسيه على مستوى الوزاره من اجمالي 107 الورشه اللي تم تطويرهم. بقيه الورش يعني متغيره ما بين صيانه المحمول والدش، ما بين صيانه الحاسب الالي، ما بين التبريد والتكييف، ما بين كهرباء التركيبات، ويعني ابتدينا نعمل سيلكت على سوق العمل بحيث ان احنا نقدر نخدم التدريب المهني في اتجاه ان احنا نوفر اكبر فرص وظيفيه للشباب المتخرجين، سواء اللي عاطلين عن عمل او اللي بيبحث عن ايه ازاي يطور نفسه ويأهل نفسه علشان يوجد وظيفه. هل دي ليها شروط او هم الناس المنوطه ان انا اجي النهارده كشاب اجي اقدم في الورش الموجوده، سواء الورش المتنقله او الورش الموجوده الواقعيه، ايه انا كشاب ايه اللي يخليني اقدم، او ايه يعني مثلا ايه هي شروطها، ايه الكلام ده كله كنا عايزين نعرفه. تمام، اول شريط اهم حاجه بالنسبه لي ان يكون بيجيد القراءه والكتابه. تمام. بالنسبه للسن من حوالي 18 سنه ل 40 سنه. ده بالنسبه للسن. بالنسبه لي انا بقى ان الشاب يعني يتوجه للعمليه التدريبيه ده بيبقى بالنسبه له في فرصه عمل. للاسف معظم او في شباب كتير بيبقى غير مؤهل للوظيفه، بيروح يشتغل بيتم اكتشاف ان هو غير مؤهل ان هو يبقى كفني كهرباء تركيبات او فني لحام. يعني احنا عندنا بعض المهن اللي في مصر في احتياج جامد جدا ليها زي مهنه اللحام، ومع ذلك ما بنلاقيش الفني الجيد اللي يقدر يسد في المهنه ديت. فاحنا ابتدينا بنبص لا احنا عايزين نطور من الشباب بتوعنا علشان خاطر فعلا يؤهلوا ومؤهلين لان هم يسدوا الفجوه بتاعت سوق العمل، سوق العمل محتاجهم. فاحنا بنطور مؤهلاتهم ونطور النواحي الفنيه بتاعتهم بحيث ان هم يقدروا يواجهوا سوق العمل والتطور. هل في ندوات، هل في مؤتمرات بتتعمل لتثقيف الشباب لتغيير الثقافه بتاعتهم، كل الكلام ده؟ لان احنا طبعا احنا عندنا مشاكل في المهن، يعني احنا عندنا بعض المهن زي ما حضرتك ذكرت احنا عندنا فيها عجز جامد جدا. هل ده انتوا حضرتك بتعملوا في الوزاره ليها ندوات ومؤتمرات لتثقيف وتوعيه الشباب؟ هو برضه البرنامج التدريبي بتاعي بيبقى من ضمن البرنامج التدريبي حاجتين اساسيين بيتخللوا البرنامج التدريبي الفني. الحاجة الأولانية إن أنا مع الأمية الرقمية بديله يوم حاسب آلي خلال البرنامج التدريبي بتاعي. الحاجة التانية ريادة الأعمال والتوجيه الوظيفي، إزاي أقدر أفهمه إزاي يعمل السي في بتاعه محترم بحيث إن هو أقدمه لشركة وتم قبوله. دي واحد. اتنين، إزاي حتى لو هو فرصة العمل بتاعته لم تتاح في شركة إزاي هو يقدر يعمل مشروع لنفسه ويطور من نفسه ويطور من أدائه الفني علشان خاطر يقدر ينجح بالمشروع ده. تمام، كلمة أخيرة تقولها حضرتك للشباب علشان خاطر يشارك، علشان خاطر نزود المهن اللي احنا بدأنا نحس بعجز أو بعض وجود الحاجات البديلة للشباب. فاحنا عايزين ننمي، في حين معالي الوزير هو احنا في نشاط قوي جدا في وزارة القوى العاملة النهاردة، فاحنا عايزين كلمة من حضرتك للشباب.
لازم تستغلوا الفرصه اللي بتديها لكم الوزارات المعنيه ومن اولها وزاره القوى العامله، لانه لازم يبقى ليها رؤيه مستقبليه. اي نعم، مثلا على سبيل المثال شغل في التوك توك ما هو شغل مش عيب، بس الفكره كلها هل هو ليه مستقبل ولا لا؟ لا، مستقبلك فعلا في مهنتك. شكرا ليك. مهنتك مستقبلك، ونستكمل حوارنا عن السلامة عن الصحة عن الحديث عن السلامة والصحة المهنية. ممكن نتعرف بحضرتك؟ سهيل نصر عبد العزيز، رئيس إدارة مركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة. كنا عايزين نعرف من حضرتك بقى، يعني كلمينا عن السلامة والصحة المهنية اللي هي أساس العمل في أي حاجة. هي السلامة والصحة المهنية بتهدف محافظة على مقومات الإنتاج كلها، سواء الآلة، سواء المنتج، سواء الخام، سواء العامل الرئيسي في كل ده وهو العامل المصري. ليها قوانين وليها تشريعات، المفروض أن بدور الوزارة هي بتسن القوانين والتشريعات ديت وتراقبها وتراقب تنفيذها كمان. احنا اشتغلنا على الارض بقالنا كتير، يعني مش لا يقل عن 60 سنه من نشاه الوزاره. كل شغلنا كان متركز على الدور الرقابي للقانون والتشريعات والقرارات الوزاريه. الدور الرقابي ده بينتج عنه انه المنشاه لو في اي حد مخالف بيحرر ليه محضر. الى حد ما في بدايه الوزاره كان في نوع من انواع التوعيه. في مرحلة ما التوعية تراجعت شوية، على أساس إن احنا تخيلنا أو السابقين يعني تخيلوا إن خلاص الناس كلها المفروض إنها عرفت، فإحنا مش محتاجين توعية، إحنا وعينا الناس كلها خلاص. لا، كان في قصور كتير في التوعية، فابتدى معالي الوزير قال لأ، عشان نقدر نحاسب الناس بالقوانين والقرارات لازم يبقى عندهم دور معرفي، يعرفوا الأول هم هيتحاسبوا إزاي وإيه المخلفات اللي ممكن تنسب ليهم. طبعا احنا كان عندنا برضو نقص في عدد المفتشين بالنسبه لعدد المنشات اللي المفروض يتفتش عليها. برضو معالي الوزير راعى الموضوع دوت في الحوسبه. احنا ما كانش ممكن نعين ناس جديده، لكن كان ممكن ان احنا نحول المنظومه كلها لمنظومه الكترونيه. ففعلا من 2014 كان في فرصه لينا ان احنا مشروع مع منظمه العمل الدوليه ان احنا ندخل في الحوسبه. المشروع ده كان ماشي ببطء جدا. في وجود معالي الوزير من 2016 المشروع خد خطوات عالية جدا، لدرجة ان انا وصلت ان كنا بادئين في المشروع منظمة العمل الدولية كلها كانت بادية ب 11 مكتب. النهاردة بقى عندي محافظات كاملة متحوسبة. فهنا انا استعدت عن الاوراق والاجراءات اللي كانت بتاخد وقت طويل من المفتش بالحوسبة، وابتديت اعلى بيه. وفي نفس الوقت برضو الوزير حط رافع كفاءة المفتش نفسه. انا عشان احط مفتش يشتغل بتابلت ويبتدي يحرر لحضرتك او يبتدي يراجع المنشأة بتاعتك عن طريق الكمبيوتر لازم انا ارفع من كفاءته. هو ربما ضرت النافعة، هي علمت الناس النظافة الشخصية أكتر بغسيل الإيد بالحاجات البسيطة اللي الناس ما كانتش بتبصلها. بالظبط. الحاجة التانية برضو من الحاجات اللي ممكن استفدنا منها من جائحة كورونا هنا على مستوى الوزارة، العمل عن بعد. في ناس قعدت في البيت بناء على قرار رئيس الوزراء اللي هي الأمراض المزمنة، وابتدت تشتغل معانا وبدأت فعلا تنتج وتدينا شغل وبنفس الكفاءة. يعني فدي برضو زي ما قلت لك بالظبط، انا كوزاره ما كنتش متخيله ان ممكن حد يقعد في البيت وهيديني شغل. لا، انا جربتها على ارض الواقع وكانت من نتائج الايجابيه جدا في الموضوع دوت. الحاجات الثانيه برضو ان زي ما قلت لك احنا كنا عامل ذو وجهين، احنا اكتسبنا منها وفي نفس الوقت كنا بنراقب على المنشآت فيها. المراقبه بتاعتنا كانت دورية، يعني أربعة، يعني حتى في أيام الأجازات احنا كنا بننزل ونفتش ونشوف الإجراءات الاحترازية بتاعتنا ايه. المكتسبات التانية برضو اللي اكتسبناها من جائحة كورونا ان احنا انا بتكلم بقى مش على الوزارة، بتكلم على شعب مصر كله، هي واقفة مع النفس. انت حضرتك في وقت انك تقعد تلتقط فيه انفاسك، احنا كلنا كنا بنجري، حضرتك بتخلص الشغل بتروح وراك كذا حاجة، فكون انك تقعد
حتى لو اجبارا، وتلتقط انفاسك وتفكر انت عملت ايه او انا عايز اعمل ايه بقى في الفتره اللي جايه، ده برضو غير من مفهوم وخطط ناس كتير، وابتدى فعلا يبقى فيه منظور وفكر جديد يظهر حتى على مستوى الشباب. يعني بنشكر حضرتك جدا. شكرا. استكمالا لحوارنا من داخل مبنى الوزاره، نتكلم عن ذو القدرات الخاصه، وهي حاجه من السيد الرئيس بيهتم بيها جدا، وهم ذو القدرات الخاصه. سمعنا ان احنا داخل الوزاره هي في مبادره اسمها مصر بيكم اجمل، ممكن حضرتك تكلمينا عنها؟ الاول معلش ممكن تعرفينا الاول بحضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عطيوت سيد ابو زيد، باحث قانوني بقطاع العلاقات الخارجيه بوزاره القوى العامله، ومسؤولة ملف مبادرة مصر بكم أجمل بتكليف من معالي السيد الوزير الأستاذ محمد سعفان. كنا عايزين بقى حضرتك تتكلمي معانا عن مبادرة مصر بكم أجمل، عايزين نعرف إيه هي مبادرة مصر بكم أجمل. الحقيقة مبادرة مصر بكم أجمل تم إطلاقها في أوائل عام 2018، وذلك بعد إطلاق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 18 تخصيصه لعام ذوي القدرات الخاصة. تفضل مشكورا معالي السيد الوزير الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة بوضع خطة وتشكيل لجنة لإطلاق مبادرة مصر بكم أجمل لتأهيل وتدريب ذوي القدرات الخاصة. المبادرة في البداية بتقوم على ثلاث محاور، المحور الأول حول التدريب والتأهيل، والمحور الثاني التشغيل وريادة الأعمال، المحور الثالث التقييم ومتابعة التنفيذ. معالي السيد الوزير تفضل مشكورا بتشكيل لجنة ووضع استراتيجية لتنفيذ المبادرة دي على مرحلتين. المرحلة الأولى استهدفت 6 محافظات، 3 على الوجه البحري و3 على الوجه القبلي. محافظات الوجه البحري تمثلت في الشرقية، ودي كانت بداية إطلاق المبادرة في أوائل 2018، ثم انتقلنا بعد كده للدقهلية والأسكندرية، وثلاث محافظات على الوجه القبلي كانوا بني سويف ثم أسيوط ثم أسوان. انتقالا بعد ذلك وحرص معالي السيد الوزير على تنفيذ المبادرة بشكل مستمر، وجه معالي الوزير وأصدر توجيهاته بتنفيذ المبادرة على بقية المحافظات لتعزيز استفادة أكبر عدد ممكن من إخواتنا ذوي القدرات الخاصة من شباب الجنسين. كنا عايزين نعرف خطة، يعني سريعا كنا عايزين نعرف خطة التطوير الموجودة، هل في خطة تطوير أكتر أو الاستفادة أكتر لذو القدرات الخاصة على من في خطة الوزارة الجاية؟ طبعا، هو في البداية المبادرة وقت إطلاقها كنا الحقيقة يعني مخصصين أو محددين نوعين من الإعاقة، الحركية والبصرية بالنسبة لا تزيد عن 50%، بحيث يستطيع الشاب والفتاة من ذوي القدرات أن يعتمد على نفسه ويتوجه لي وينتقل لمكان العمل بدون مساعدة من الآخرين لإثبات ذاته. بعد تنفيذ البرنامج الأول والنجاح اللي احنا الحمد لله حققناه فيها، معالي الوزير كان حريص على تفعيل المبادرة بشكل أشمل، وأصدر توجيهاته من خلال اللجنة بتعزيز تعميمها على بقية المحافظات. وطبعا في الفترة اللي فاتت بعد جائحة كورونا واللي مر بها العالم كله منها مصر، يعني معالي الوزير لم يتوانى في الحقيقة في تنفيذ المبادرة، ولكن ابتدينا بقى نحط أطر جديدة وقواعد جديدة لتنفيذها وتفعيلها على مستوى المحافظات بشكل شامل وطبقا لمراعاة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقاية، بحيث ان يبقى إخواتنا على مستوى الجمهورية كلهم استفادوا من الفرصة دي. كلمة اطمئنان لإخواتنا اللي هم ذو القدرات الخاصة، رسالة اللي بتقدمها دايما الوزارة للشباب، كنا عايزين نسمعها من حضرتك دايما مع الوزير، بيقول ايه الرسالة الموجهة لذو القدرات الخاصة؟ رسالة معالي السيد الوزير هو حرص معالي السيد الوزير على ملف ذوي القدرات، ويمكن مش بتكلم عن نفسي، ولكن يمكن احتضان معالي السيد الوزير ليا انا شخصيا وتعزيز استفادة من قدراتي كان بمثابة تحدي شخصي ليا انا، والحمد لله يعني اتمنى اكون كنت عند حسن الظن. لكن الرسالة دايما اللي معالي الوزير بيبقى حريص عليها بقلب الاب، ان اعظم النجاحات بتأتي في اشد العثرات، ان الانسان هو نتاج ما يعتقده، لازم تبقى واثق من نفسك وواثق بإيمانك قوي بالله وبعزيمتك انك تقدر، لان من غير ما حضرتك او حضرتك من اخواتنا ذوي القدرات حطيت رجلك على اول الطريق
انا كمجتمع او كبيئه عمل مش هقدر اساعد لوحدي، لازم تبدي الرغبه عن فرصتك في العمل، تبدي الرغبه عن التنفيذ عن قدراتك وان انت تقدر. معالي السيد الوزير كمان كان دايما وما زال حقيقه يعني حريص على ان هو يفتح بابه لذوي القدرات بشكل اوسع، يعني هو الحقيقه يعني بابه مفتوح لكل الشباب، ولكن ذوي القدرات الخاصه هم بياخدوا بيمثلوا الجانب الاكبر، ويمكن ده حظ لاخواتنا من ذوي القدرات، واتمنى ان هم ينتهزوا الفرصه دي. واسمح لي من خلال البرنامج ان انا بوجه شكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبني قضيه ذوي القدرات الخاصه واطلاقي لعام 18 عام ذوي القدرات الخاصه، وكل الشكر موصول لمعالي السيد الوزير الاستاذ محمد سعفان الوزير الاب الحقيقه، يعني لان هو اول وزير على مستوى الحقيبه الوزاريه تبنى القضيه بقلب الاب وقلب المعلم، وما زال الحقيقه يعني بيشتغل على الملف ده بشكل سريع جدا وواسع جدا، واستراتيجيه كل يوم في تطور. شكرا جدا. شكرا جزيلا يا فندم.